إذا مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى عين التيني والمؤتمر الصحفي للرئيس نبيه بري. شو جاهزين؟ باسمه تعالى نرحب بداية بالحضور الكريم ونقول تمهيد ما له علاقة بالشيء اللي بدنا نعلنه رسميا. وقع اتفاق الهدنة بين لبنان والكيان الإسرائيلي عام 1949 بإشراف رئيس الأمم المتحدة آنذاك، كان اسمها الأمم المتحدة، ومشاركة كولونيل أمريكي اسمه كيمنون. كذلك تم ليس من فترة بعيدة ترسيم الخط الأزرق على الحدود البرية أو قسم منها برعاية اليونيفيل، وانطلاقاً من تفاهم نيسان 1996، وإثر التأكد من وجود غاز ونفط في حدودنا البحرية انطلقت شخصيا منذ عام 2010، يعني منذ عقد من الزمن تماما، بمطالبة الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون لترسيم الحدود البحرية ورسم خط أبيض في البحر المتوسط الأزرق. الأمم المتحدة وتمنعها بل وطلبها مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية بادرت لطلب المساعدة شخصية، حيث تناوب على هذا الملف من الأمريكيين أولا السفير فريدريك هوف منذ العام 2011 إلى العام 2013، آموس هوكستاين من عام 2014 و15 و16، السفير ديفيد سيترفيلد من 2016 من 2018 لل 2019، وأخيرا مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شنكر عام 2020. والجدير بذكره أن زيارة الوزير بومبيو إلى لبنان ولقاءنا أعاد الملف إلى طاولة البحث بعد أن كان يكاد يتوقف وبعد أن تعطل لفترة طويلة، وذلك في 22/3/2019. والمبادرة التي تمسكت بها ويتمسك بها لبنان لوضع إطار للمفاوضات هي أولاً تفاهم نيسان 1996، ثانياً قرار مجلس الأمن 1701، ثالثاً أن تكون الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة في النقورة وبرعايتها وتحت علم الأمم المتحدة، أيضاً تلازم المسارين براً وبحراً بحيث لا ينفذ أي محضر براً أو بحراً إلا بتوقيع الأطراف وخاصة الطرف اللبناني. هذا الذي سأتليه عليكم أيها السادة هو اتفاق إطار، ليس الاتفاق النهائي. هذا اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني الذي سيتولاه الجيش اللبناني بقيادته الكفوءة وضباطه ذوي الاختصاص برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية وأية حكومة عتيدة. بعد اليوم انتهى عملي، وأملا بالتوفيق إن شاء الله للبنان والجميع. الآن أبدأ بتلاوة ما اتفق عليه. الإطار العملي للتفاوض
حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان آخر نسخة 22 أيلول 2020. تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم حدودهما البحرية كما يلي: أولاً، الاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996 وحالياً بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 التي حققت تقدماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق. هذا البند الأول. ثانياً، فيما يخص مسألة الحدود البحرية، سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية الأمم المتحدة. ستعقد الاجتماعات برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان إنسكول، أي إن ممثلي الولايات المتحدة والمنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان مستعدان لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة التي ستوقع من قبلهما وتقدم إلى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع. ثالثاً، طلب من الولايات المتحدة من قبل الطرفين إسرائيل ولبنان أن تعمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية وهي جاهزة لذلك. رابعاً، حين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات والممارسات الدولية ذات الصلة. خامساً، عند التوصل إلى اتفاقيات في المناقشات بشأن الحدود البرية والبحرية سيتم تنفيذ هذه الاتفاقات وفقاً للتالي: 5-1 يعني مثل الألف على الحدود البرية فيما يتعلق بالخط الأزرق بعد التوقيع من قبل لبنان وإسرائيل واليونيفيل. 5-2 ب على الحدود البحرية استناداً إلى الحد البحري للمناطق الاقتصادية الخاصة للأطراف المعنية سوف يتم مخرجات المناقشات النيابية للمحادثات المتفق عليها للبنان وإسرائيل لتوقيعها وتنفيذها. سادساً وأخيراً، تعتزم الولايات المتحدة بذل قصارى جهودها مع الطرفين المعنيين للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبناء مع الطرفين والمحافظة عليه من أجل إدارة المفاوضات المذكورة أعلاه واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن. شكراً. شرف. يا أندراوس، ما تورطيني بشغلات تانية. على الشق اللي بيتعلق فقط بقضية الترسيم، طبعا الترسيم إذا نجح أنا بعتقد أنه هذا الكلام، إذا الله وفق الجيش بهذا الموضوع وفق لبنان، بالتالي في مجال كبير جدا أنه فعلا خاصة البلوك 9 والبلوك 8، كل الاستكشافات وكل الأشياء اللي حصلت
تثبت انه في زاخر بالمواد اللازمه، وبالتالي ممكن يكون هذا احد اهم اسباب ديننا ان شاء الله. بس هل قد بجاوب على هيدي؟ بس دولة الرئيس. نعم وانت السادق كنت تقول هالكوبايه هذه لا بدي اعطي عقدها ولا بدي اخذ اكثر منها. نعم طبعا. شو سوى؟ لك عفوا، هذا الاتفاق على المضبوط حصل ب 9/7/2020. ما كان في لا عقوبات ولا كان في شيء. وضع العقوبات على الاخ علي حسن خليل وعلى غيره اللي حصل، اذا كان هذا المقصود مش هذا المقصود من الاتفاق، لانه هذا الاتفاق مثل ما عم اقول لك كان واصلين له وخالصين وكل شيء. هذه نسخ، لذلك اول ما بلشت قلت هذه نسخه سنه 22 22 الشهر. فهذا الامر ما له علاقه بعمليه العقوبات. اثنين، مسائبي اني انا بري ما بحليش على الراس، ولبنان كله من هالشكل. دوله الرئيس. نعم دوله الرئيس، بالنسبه لايهاب العقدي بقناه الجزيره، دوله الرئيس بالنسبه لهذا الاعلان اليوم، إذا وضع في إطار سياق إقليمي فإنه يكون في إطار ربما في إطار شو قلت لي؟ في إطار إقليمي. في إيه؟ إطار إقليمي. نعم. أين يضع الرئيس بري هذا الأمر في هذا في الإطار الإقليمي وما يجري حاليا من تطبيع مع إسرائيل؟ وهل هذا هو مسألة تقنية بحتة أم مسألة لها إطار سياسي أيضا؟ يا زميلنا الكريم، يا أخينا الكريم، أنا حكيت إني صار لي عقد من الزمن عم بشتغل بهذا الشيء. العرب ما كانوش بالتوجه اللي اني فيه الان. انا عم بحكي الان عن لبنان، ما بدي احكي عن اي شيء بيتعلق خارج الموضوع حتى ما ضيعه. نحن بلبنان موقفنا هذا اللي قلته، التمسك بهذه المبادئ وكلنا متفقين عليها من فخامة الرئيس لتوصل لاخر لبنان. نعم. نخلع ضيمة أنت فيه. إملي يا أبي إما أحكي إما شوي. بما يتعلق بالأعمال اللي لازم كانت تبلش من فترة طويلة، ما بتعتقد إنه تأخرنا نحن بالنسبة لتلزيم البلوك رقم 9؟ وهل ستطلبون من إسرائيل وقف الأعمال بألوندي اللي هي على الحدود لبنان حتى ما يكون في استخدام للآبار المشتركة بهذا الإطار؟ وثاني سؤال بس. نعم رئيس، بالنسبة أيضا لترسيم الحدود البرية والبحرية، أليس من الأجدى أيضا أن يكون هناك أيضا ترسيم مع سوريا شمالا حتى تكون متكاملة هذه العملية، لأن كمان في تنازع وخلاف بالنسبة للحدود فوق؟ الشق الأول من السؤال صحيح، صار في تأخير حتى من بعد التنزيم، لأنه التنزيم حصل، ما صار تأخير بالتلزيم، التلزيم حصل، ولكن كان المفروض إنه يبدأ السنة الماضية. وأنا بعتقد إنه عدم الاتفاق اللي كنا مش بعدنا مش واصلين لهذا الإطار اللي عم بحكي عنه، بعتقد هذا اعتقاد إنه أحد الأسباب فيه للتأخير. هلأ الوعد إنه قبل آخر هذا العام تبدأ توتال، شركة توتال اللي هي الرئيسية بالكونسورسيوم، هي المفروض إنها تبدأ قبل آخر السنة. لما كان الرئيس ماكرون هون أنا قلت له إنه بدنا نتمنى عليك إنك تحكي مع توتال إنه ما تأخر بعد ولا دقيقة على الإطلاق، بنتأمل ما يصير في تأخير. وهذا التفاهم
هذا التفاهم بيساعد على أن تبلش، لأن هي بعيدة الآن 25 كيلومتر عن الحد حتى اللي بتزعمه إسرائيل. نعم دكتور الرئيس. حسن حمزة من تلفزيون المنار. نعم حسن حمزة من تلفزيون المنار. نعم دكتور الرئيس، جنابك قلت أنه اليوم بينتهي دورك. شو؟ قلت أنه اليوم بينتهي دورك. ايه بينتهي دوري. ماذا لو أخلى الإسرائيلي بهذا الاتفاق؟ ونحن متعودين أنه الإسرائيلي يمكن يوصل لمرحلة، خصوصا أنه نحن هلأ بجو تطبيع عربي، قد يستقوي ويخل بهذا الاتفاق. من يعود ويدير هذا التفاوض مع العدو الإسرائيلي الغير مباشر؟ ليك لبنان كتير استضعفوه بالزمان موسى ديان لما في ب67 قال أما لبنان فهو على عين السوداء. لبنان اليوم بشعبه بجيشه بمقاومته ما حدا بيقدر يهدده على الإطلاق. حقنا بدنا ناخده أكتر من حقنا قبلناش، بدنا حقوقنا مش أكتر من ذلك، وأنا مش أحرص من غيري على هذا الأمر. لذلك الأمر بيتطلب خبرة وبيتطلب ميراث. بعدني عمادتي مثل هولي صفحة ونص قعدنا فيها 10 سنين، طولنا بيننا قد ما فينا. عدة مرات صار في نكول وصار في تهجمات علي حتى من الداخل اللبناني، وقالوا نبيه بري عم ياخذ صلاحيات فخامة رئيس إنه يا عمي آخر واحد بخالف الدستور هو أنا. المادة 52 من الدستور هي اللي بتعطي الصلاحية لموضوع المفاوضات وموضوع الاتفاقيات لفخامة رئيس، بس هذا اتفاق إطار، هذا مثل واحد عم بدلك على الدرب اللي بدك تسلكها. بس نعم دولة الرئيس رواند أبو خزام من تلفزيون الجديد، يحكى عن متابعة هذا الملف وخصوصا أنه انتهى عملك بهذه الأثناء وأعلن. إيه مظبوط أنا قلت انتهى عمل. يحكى خليكم تنبسطوا أنتوا على الانتفي ولا مشوار. يحكى دولة الرئيس يحكى عن متابعة هذا الملف وتسليم هذا الملف للمتابعة من قبل الوزير علي حسن خليل كرد على العقوبات الأمريكية وفرض التواصل مع رجل مقرب منك ومعرض للعقوبات الأمريكية. علي حسن خليل صار أقرب إلي بعد العقوبات من قبلها، ما له علاقة بهذا الملف لا قبلها لا قبلها ولا هلأ، بس بالنسبة للقرب أقرب إلي أنا المسؤول. نعم. أمر آخر دولة الرئيس، هل أخر يحكى عن تأخير تشكيل الحكومة لانتهاء من هذا الملف لعدم الثقة برؤساء الحكومات السابقين إذا فرضوا حكومة على ذوق وبالتالي تنازل لبنان عن بعض الحقوق بموضوع الترسيم؟ والله ما بين خبر هذه إلا منك هلا. عدو الانتفاع عدو علينا. دولة الرئيس. نعم. جوال ميمون تلفزيون صوت العرب الكويت. دولة الرئيس، الخروقات الإسرائيلية بالجنوب اللبناني مستمرة، وحضرتك ذكرت أدي تمسك لبنان بالقرار 1701، وبالتالي كلام نتنياهو الأخير كان فيه تهديد مباشر للبنان. اليوم أين المجتمع الدولي من ذلك؟ وهل هذه الخطوة اللي عم نعملها اليوم هي بداية لخطوات أخرى؟ خطوات أخرى بشو؟ هذا أخرى بين هذا برجع بكرر نفس الكلام حتى لما يكون، يعني هذا موضوع صارنا 10 سنين وإله علاقة بموضوع النفط وحقوق لبنان لا أكثر ولا أقل. يلا دولة الرئيس شارب العبود فرانس 24. يلا. الانقسام الداخلي وغياب حكومة ووضع لبنان العالم اليوم ألا يجعل من لبنان بموقع ضعيف بهكذا مفاوضات؟ لبنان عمره 6000 سنة، بس هذا السؤال الوحيد، لأنه الفانكاتر هيك بتعز علينا بدي جاوب عليه. صاروا 6000 سنة عمره وبعده بمرحلة التأسيس. يعطيكم العافية دولة الرئيس.